عارفه طبعا انكم متشوقين زي بالظبط تعرفوا حكايه روايتنا النهارده ايه، وايه الموضوع بتاع سرداب قصر البارون اللي هنتكلم عنه النهارده. بس قبل ما استقبل ضيفتي هتنضم لينا دلوقتي من خلال زوم الاستاذه مي حمزه، وهي ادمن جروب رشح لي، اللي هتقدم لنا ترشيحات عن اهم الكتب والروايات الخاصه بادب الرعب، واللي الحقيقي بيلاقي اقبال شديد جدا من القراء. مساء الخير. مساء النور، ازيك استاذه رانيا؟ اهلا بيكي استاذه معي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. عايزه اعرف منك ترشيحات عن اهم الكتب والروايات الاكثر مبيعا في ادب الرعب، وخاصه انه محقق نجاح كبير جدا. هو صراحه في الفتره الاخيره كانت من اشهر يعني السلاسل اللي اتكتبت عن الرعب، كانت سلسله لاشين للكاتبه شيرين هنائي، ودي نزلت الكتروني الاول وبعد كده تم طباعتها في معرض الكتاب اللي فات. فدي من السلاسل الصراحه اللي يعني كان ليها نجاح وسيط جامد جدا جدا، وكان كل مره الناس بتستنى الكتاب اللي بعده او بتمول الحلقه اللي بعده. كمان عندنا سلسله نادر فوده لاحمد يونس، ودي برضو من السلاسل اللي كتير من الناس متابعينها ودايما بيدوروا على الجديد فيها. وما ينفعش ننسى يعني ما دام بنتكلم عن الرعب، عن سلسله مخطوطه ابن اسحاق لحسن الجندي وكتبه بقى كلها. ونرجع برضو طبعا سر الغرفة 207 للدكتور أحمد توفيق، واللي هي دي كانت بداية وعينا عن الرعب وعن الغموض وعن الماورائيات. حضرتك شايفة أنه في إقبال من النوع ده على المكتبات أكتر؟ لأنه الحقيقة أنه إحنا الفترة اللي فاتت ابتدينا نحس أنه في فئات عمرية مختلفة مقبلة جدا على أدب الرعب. صح، ده حقيقي يا استاذه رانيا. هو في الواقع ان ادب الرعب بيساعد يعني النوع من اللي هم الشباب ان هم يتشدوا اكتر للقراءه. فهي بما ان الموضوع بيبقى فيه اثاره وبيبقى فيه نوع من انواع زياده الادرينالين، فده بيخلي الشباب يحب ان هو يقرا. ايوه، انا اكتشفت حاجه كمان الفتره الاخيره وحضرتك صححي لي، انه الستات كمان والبنات بيحبوا يقروا جدا في ادب الرعب. احنا بطبيعتنا بنحب القصص المرعبه شويه، حتى في الافلام بنحب نتفرج على افلام الرعب. هو طبعا هو في كتير من الناس كده، بس يعني بحس ان هم بيحاولوا يدوروا على ان في مأساة اخرى غير الواقع، انه في حاجات يعني نوع من انواع الهروب من الواقع بان هم بيدوروا على الخيال والرعب. اوكي، جميل. انا بشكرك استاذه مي على وجودك معانا، ادمن جروب رشح لي، وان شاء الله المره اللي جايه تنورينا باذن الله في استوديو. ان شاء الله، اتشرفت بحضرتك. ميرسي ليكي. انا اللي سعيده اكتر. ميرسي.